بسم الله، عايزين نحط لاندسكيب او مكعب. اجي هنا اقول له انا عايز اللاندسكيب، ما ظهرش معايا، هو موجود اهو. تمام، السهم ده بيقول لي ان الحاجه اللي انت لسه منزلها موجوده في المكان الفلاني، اقول له ماشي. اغير ده الشكل بتاعي. اقدر اغير السايز بتاعه، اقول له ده خليه مثلا ده 800 وخلي ده مثلا 200. اغير في السكيل، تمام. تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. اقول له انا عايز اعمل ريندر بالشكل دوت، تمام. طيب، في امر برضو كويس ان احنا نطبقه هنا او هيبقى واضح هنا. لو انا جيت بدل array هقول له اتوم array، ده بيوريني المخطط بتاع اي شكل على اساس ان هو سفير وبينهم توصيلة. هنشوفها مع بعض دلوقتي، تمام. اهو ده بالشكل دوت. هنا السفير واخدة 5، ممكن نخليها مثلا 3، والوصلات السلندر اللي بينهم واخدة 2، ممكن نخليها مثلا 1. ده يطلع معايا الشكل بالطريقة ديت. تعال نجربها في كورة، قصدي كيوب، نشوفها كده، تمام. هلغي اللاندسكيب من هنا واقول له حط الكيوب في الاتوم اري، بيطلع معايا بالشكل دوت. السفير في كل ركن وبينهم سلندر زي ما احنا شايفين. وتقدر برضه تعدل الخصائص بتاعتها، بس تكون واقف على الاتوم اري، وتبدأ تقول له لا ده انا عايز دي بالحجم الفلاني، ودي مثلا 8، تطلع معاك بالشكل ده.